ان الجبهه الداخليه احنا ما كرهناش على العالم ولا على الدول الصديقه او العدوه ديال المغرب باش تضغط على المغرب باش يدير الديمقراطيه في هذا ما كايناش هذه القضيه هذه وهذه خرافه. نحن الان نراهن لان احنا ديالنا احنا ما ديال تحت نحن نراهن على ان يكون حل هذا المشكل هذا وهذه الازمه وهذه الرده الحقوقيه يجب حلها من داخل البلاد من طرف عقلاء هذا البلاد انا كنسميهم طرف العقل السياسي المغربي بصفه عامه سواء في المخزن او في المعارضه انه الدور ديالهم الان هو انقاذ البلاد من هذه الصوره اللي ولا كيشوف العالم بها والمنظمات العالم المنظمات الحقوقيه الدوليه المنظمات الحقوقيه الدوليه ماشي هي الخارج المنظمات الدوليه هي منظمات امميه عندها الحق لا تنتمي لاي دوله هي كتنتمي للعالم كتنتمي للعالم وكتلاحظ فقط هي ما كتقول والو ما كتضغط ما كتاثر ما والو كدير التقارير ديالها بناء على المعطيات اللي كتجمعها وحنايا كنقولوا على اننا حنا ما طلبناش من هذا الدور ديالها هذاك ماشي مشينا عندها وشكينا بالمغرب او شي حاجه من هذا ولكن لا هي دارت شغلها كتلاحظ جميع كتلاحظ حتى على امريكا كتلاحظ حتى على الكيان الصهيوني كتلاحظ حتى على الدول اللي فعلا عندنا حنا معها مشكل كتلاحظ حتى على الجزائر والى اخره وبالتالي اننا نقول ان هذه الدوله والعقلاء ديال البلاد انهم يحلوا هذه المشكله هذه لانه كفى يعني لا على مستوى نحن كعائلات ولكن على مستوى على مستوى كذلك الصوره ديال البلاد الصوره ديال البلاد هي اللي هي الاولى ضحيه لهذه المجموعه ولا هذه الجهه التي تستهدف الصحفيين تستهدف المجتمع السياسي والحقوقي وكتسد كاع الفضاء العمومي في البلاد الان نحن نحتاج الى الصحافه الحره المستقله نحتاج لان هذا الصحفي هو عين المجتمع عين المجتمع على الفساد وعلى التهول السلطوي والتهول الامني الذي تعيشه البلاد لذلك نقول في هذه اللحظه اللي حنا كنعيشوها والتطورات الاخيره ديال القضيه ديال عمر وسليمان بان لنا الان على ان المرحله الابتدائيه تتكرر في المرحله الثانيه حقيقه يعني باش نتفاهموا واضحه لان الوقت اللي كترفض المحكمه جميع الطلبات ديال الدفاع جمله وتفصيلا كترفضها هكذا بمعنى اننا داخل القاعه ديال المحكمه ما غنلقاوش أدلة اللي هي عندنا حنا كأدلة القضاء تيرفضها وغيحاكم عمر وسليمان انطلاقا مما يريده أو مما يأتيه كنظن من جهات أخرى غير قضائية فالوقت من بين الطلبات اللي في قضية ديال عمر من بين المطالب ديال الدفاع هو الحضور هو استدعاء ديال السفارات يعني السفراء ديال الدول اللي ذكرتهم الشرطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابه العامه ذكرات جنوب افريقيا ذكرات هولندا ذكرات بلجيكا ذكرات الانجليز فاضطروا مع كل اسف يعني كما عبر عن الدفاع عبر بكل اسف اننا كنطلب ديالنا في المحاكمه ان نستدعيو السفراء ديال هذه البلدان لان ماشي حنا اللي ذكرناهم ماشي الدفاع اللي جابهم اللي قالوا والشرطه القضائيه ورطات البلاد بهذه المجموعه ديال الدول وبالتالي اذا اردنا اجلاء الحقيقه والمحاكمه العادله خص هادو اللي اتهموا عمر على انه كيتجسس لصالحهم خصنا نجيبوهم نسولوهم يجيو خصهم يجيو ويسمحوا لهم باش يجيو ولكن المحكمه ترفض هذه المساله وبالتالي من ورط البلاد في هذه القضيه هذه لان قضيه كبيره صعيبه انا تستعيب ليا سفراء يجيو للمحكمه ويهضروا الى اخره في الوقت اللي حنايا مازال تنقولوا ان القضاء غير مستقل والقضاء عنده مشكله مع الاجهزه المتحكمه في البلاد ومع السلطويه ففعلا هو فعلا صعيب وان ما كاين حتى شي قاضي في المغرب اللي غيقبل هذه المساله هذه لانه ماشي حر في العمليه ديالو في الراي ديالو وفي القرار ديالو نحن نقول لهؤلاء انه في ظل هذه الصعوبه هذه اللي قدام القضاء نطالب ببطلان محضر ديال الشرطه القضائيه وديال القرار ديال الاحاله ديال قضيه التحقيق والدعوه ديال النيابه العامه في هذا الملف ما يسمى التخابر نطالب بانه ما دام ما يقدروش يحضروا لنا هاد السفراء باش يشهدوا على باش يقدموا الراي ديالهم على ان عمر كتجسس لهم او ما كتجسس لهم هاد المساله هذه فيها ما فيها وحنا كيبان لنا على ان عمر في غياب تحقيق هذه المطالب نعتبر ان المحاكمه لن تكون عادله وسوف تتكرر محاكمه 23
تقريبا 13 شخصيه في المرحله الابتدائيه ديال عمر تتكرر هذه العمليه هذه، وبالتالي ان الشروط ديال المحاكمه العادله غائبه في هذه القضيه هذه. وكنشكر الرفاق والاصدقاء والحضور والصحفيين والى اخره، وشكرا لكم.